كذلك أيضا يستحب الإكثار من تلاوة القرآن، فإن من خصائص القرآن أنه يتعبد بتلاوته، بمجرد تلاوته يتعبد بذلك حتى ولو لم تفهم معانيه. هذه خصيصة للقرآن ليست في غيره. إن فهمت معانيه وتدبرته هذا أكمل وأفضل، لكن مجرد التلاوة يؤجر عليها الإنسان. ولهذا لو أن أعجميا قرأ القرآن ولم يفهم منه كلمة واحدة لأجر على ذلك، لأن من خصائص القرآن أنه يتعبد بتلاوته، فمجرد التلاوة يؤجر المسلم على ذلك. لكن الأفضل أن يسعى المسلم ليجمع مع التلاوة التدبر. يقول الله عز وجل: إن الذين يتنون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجوره ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فذكر الله عز وجل ثلاثة أعمال صالحة وعد عليها وعدا عظيما: يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وهي يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. فانظر كيف أن الله عز وجل قدم تلاوة القرآن على إقامة الصلاة وعلى الإنفاق، وهذا يدل على أن تلاوة القرآن أنها عمل صالح عظيم يؤجر عليها المسلم ويثاب عليها ثوابا عظيما. ويقول سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن، فأي أمر من أمور الحياة، ثم خص الله تعالى من هذه الشؤون كلها تلاوة القرآن. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وتلاوة القرآن من سمت أولياء الله عز وجل وعباده الصالحين، إن الذي يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي بسند صحيح. إذا قرأت القرآن تنال على كل حرف عشر حسنات، عشر حسنات. وقد حسب بعض أهل العلم الأجر المرتب، مع أن يعني الأفضل عدم والحسبة وفضل الله واسع، لكن في هذه المسألة بخصوصها ورد ذكر العدد: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، فله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وأخذوا بما روي عن ابن عباس في عدد حروف القرآن وضربوه في عشرة، يعني في عشر حسنات، فوجدوا أن النتيجة أن المسلم إذا ختم القرآن ختمة واحدة يرجى أن يحوز على أكثر من 3 ملايين حسنة. سبحان الله، أكثر من 3 ملايين حسنة على الختمة، وهذا يدل على عظيم الأجر والثواب المرتب على تلاوة القرآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل، يعني ساعات الليل وآناء النهار، يعني دائما يقرأ القرآن على لسانه دائما في الليل والنهار، هذا الذي ينبغي أن يغبط. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أعطاه الله مالا ووفقه للإنفاق منه في سبل الخير. هذان الاثنان هما اللذان ينبغي أن يغبطا، لأن أجرهما عند الله عز وجل عظيم. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نحرص على تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، وأن يعني على الأقل أن يختمه المسلم الحد الأدنى ختمة واحدة، هذا الحد الأدنى. وهناك من يختمه عدة ختمات، والآثار عن السلف في ذلك عجيبة. عثمان رضي الله عنه روي عنه أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل يوم ختمة. الإمام الشافعي استفاض في تراجم من ترجموا له أنه يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، يعني في اليوم والليلة ختمتين.
وكنت أظن أن هذا مبالغا فيه، حتى ذهبت لمقرأة قرآنية فوجدت فيها أناسا يختمون القرآن في اليوم والليلة ختمتين وهم أحياء يرزقون، لأن الماهر بالقرآن يستطيع أن يختم القرآن في قرابة 7 ساعات أو 7 ساعات ونصف، لكن القرآن على لسانه في كل مكان، يقرأ القرآن على لسانه في كل وقت وفي كل مكان. وكذلك أيضا روي عن عدد من السلف أنهم يختمون القرآن في كل يوم ختمة، وبعضهم في كل يومين ختمة. وأما حديث لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، فهو أولا في سنده مقال، وعلى تقدير ثبوته فكما قال الحافظ ابن حجر فكما قال الحافظ ابن رجب وعلى تقدير ثبوته فكما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه يستثنى من ذلك الأوقات الفاضلة مثل رمضان. وأعرف أناسا أحياء يرزقون، لولا أنهم لا يرغبون التصريح بأسمائهم لذكرت بعضهم، يختمون القرآن في رمضان كل يوم ختمة، كل يوم ختمة. هذا فضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على الإكثار من تلاوة القرآن، وأن تختمه عدة ختمات. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ريحها كريه وطعمها مر. فاحرص على أن تكون من الصنف الأول من المؤمن الذي يقرأ القرآن.